في حاجة برضو مهمة أنا محتاجك تشوفها برضو، اللي هي إيه؟ أحيانا أنا قلت لك في حاجة ما قلتلكش كده في النظري، بس هقولها لك دلوقتي. شايفين الشبكة ديت؟ الشبكة دي لو ضغطت عليها كده، دي بتعمل إيه يا دكتور الشبكة دي؟ قال لك ما تيجي تصور دايما اظهر الشبكة ديت، لأن الشبكة ديت بتدي لك المفروض يعني عشان يبقى شغلك حلو. معلش ايدي بتهز فانا احاول اثبت ايدي اهوت. قال لك ايه؟ حط الشخصيه اللي انت بتصورها في التلت اللي في النص، وخلي المسافه اللي هنا قد المسافه اللي هنا، وحط اغلب الاجزاء في حاجه اسمها مركز النقاط، دي اسمها نقاط الثقل، نقاط الثقل، عشان تبقى الصوره بتاعتك طالعه. انا خدت اللقطه بالمنظر ده كده، الله كده اللقطة هتبقى أحسن من اللقطة اللي فاتت. ليه؟ لأن محطوطة المسافة اللي هنا قد المسافة اللي هنا كده بالطريقة ديت. جميل. طيب وبعد كده احنا عاوزين نعرف حاجات تانية. احنا خدنا المعنى دي AW، خدناها قبل كده AW. ال AW فاكرين ما كنت بقول لك اللي هي الوايت بالانس، اللي هي انت بتصور تحت اضاءه شكلها ايه؟ تفرق؟ تفرق. انت حاسس الاضاءه فيها زرقان، صح؟ الاضاءه فيها زرقان لان انا عاملها على اوتو. طب تعالى كده قول له مانوال. الاضاءه بقى فيها احمرار شويه، صح؟ الاضاءه فيها احمرار، اضغط على ايه؟ خلي بالك من الكلام ده، الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا 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 جدا، اللي انا قاعد اشتغله ده. هنا لما انا اضغط هنا وهنا اهوت، الإضاءة بقى فيها إيه؟ إحمرار. تمام؟ وبرضو عندك، يبقى إذا عشان غيرت الإضاءة يا دكتور أو مكان الإضاءة بقى بتغير معاك. أنا لو قطت لقطة كده، هتلاقي اللقطة دي غير اللقطة اللي فاتت خالص، أهو فيها إحمرار شوية، صح؟ مش زي التانية خالص. طيب، إيه تاني يا دكتور سامي؟ ركز معايا، ركز معايا عشان نشوف مع بعض. لو انا جيت هنا، فاذا انا لو ضغطت على الاي اف ديت اللي هي فتحه العدسه انت عاوزها. العلامه ديت يعني انت بتجيب حاجه قريبه، العلامه دي مش بتشوفها في الكاميرات، يعني بتجيب حاجه قريبه. العلامه دي لو شفتها في الكاميرات يعني انت بتجيب حاجه بايه؟ بتجيب مشهد كامل. الكلام ده كله هتتعلمه واحده واحده، بس جرب، افتح وجرب. فلو انا ضغطت على دي كده، يعني اذا بقول له ايه؟ اعمل فوكس. انا اول ما ضغطت عليها قال لي فوكس. فوكس يعني ايه؟ يعني لو انت عملت بصوابعك كده اهو، الله، صوابعك الاثنين ضيقت وفتحت كده اهو، بدات تضيق وتف. ليه؟ لان انا اخترت علامه الورده دي، وعلامه الورده دي يعني انا بصور ورده صغيره كده، ابقى عاوز اجيب حاجه صغيره في الورده كده اهو. انا لو عاوز اجيب حاجه صغيره خالص في المشهد اهو، عاوز اجيب حاجه كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين اهوت. هلال جايب لكم كمان بتاع هلال رمضان، حاجه يعني روعه يعني. المهم عندك هنا تقدر من خلالها تقدر تتحكم في عندك برضو. عاوز تجيب مشهد بالكامل اضغط كده، يقول لك فوكس، تقدر تجيب المشهد بالكامل. فهنا هنا الضغطه دي هنا. طيب جميل قوي. طيب في بقى علامه الزائد والناقص. فاكرين ما كنت بقول لك الاكسبوجر ما يزيدش عن صفر؟ هنا لما تضغط على علامه الزائد والناقص كده اهيت، هنا بيوضح لك جالك هنا خط هنا على الصفر، يعني بيقول لك الاضاءه بتاعتك هنا كده طبيعيه، الاضاءه طبيعيه. لو انت حبيت تروح ناحيه السالب كده هتلاقي الدفء زاد شويه او الصوره بتظلم شويه اهو. انا بتحكم ان في ده يا جماعه. لو انا عاوز ازود اضاءه شويه بروح على موجب واحد اهو، هنا الصفر اهو، صوره يعني هنا صفر يعني الاضاءه مظبوطه. فانت كده هتبقى انت مطمن على الاضاءه. لو انت عاوز تزود الاضاءه شويه كده بتزود الاضاءه شويه، ازود الاضاءه شويه قوي اهو، بقى الاضاءه زياده قوي. فانا كده بتحكم في الاضاءه اهو. لما تبقى صفر تبقى انت تعرف ان انت مصور مظبوط او الاضاءه عندك حلوه اهو، ترجع لصفر بس الاضاءه عندك كده مظبوطه. خلي بالك من الحاجات دي برضو. انا يعني انا بقول لك بحاول كده، مش عاوز ازود عن كده،
مش عاوز ازود عن كده، يعني عاوزين ناخد تطبيقات. يعني انا عندي ازين من 15 او 20 تطبيق، ما خدناش منهم ولا تطبيقين. واضح الفكره؟ طبعا انت عندك حاجات تانية كتير تقدر تصور وتعمل كده. واضحه الفكره يا جماعه ازاي تستخدمها؟ ده كاميرا، الكاميرا ديت وتتغير. ابدا جرب ونزل وشوف وجرب كده. ممتاز، بارك الله. نطلع من التطبيق ده ونشوف تطبيق تاني غير التطبيق ده. بس قبل ما صلاه المغرب، الحق صلاه المغرب جايه، نشوف صلاه المغرب قد ايه، لان احنا الدنيا بتجري بينا واحنا لسه معانا يجي 10 تطبيقات هنعرف نشرحهم. ماشي، طيب صلاه المغرب، صلاه المغرب، صلاه المغرب كام؟ خلاص صلاه المغرب خلاص، لا لازم نطلع على صلاه المغرب. معلش احنا هنطلع بالظبط تلت ساعه ونرجع تاني، معلش لان محتاج في شويه تطبيقات مهمين جدا. احنا بقى في الجزء العملي، مع فكره يا جماعه واحد يقول لك انت زودت في جزء من النظر مهم جدا، ما انت مش هتفهم العملي ده الا لما يكون فاهم النظر العملي. انت هتقعد تجرب، بس انت عارف، انت بتعرف تشتغل فتحه عدسه، عارف سرعه الغارق، عارف الايزو، عارف الكلام ده، مش بتشتغل كده وخلاص. طيب قبل ما ادخل هنطلع تلت ساعه ونرجع تاني، هنرجع بالظبط 7 الا تلت. معلش التلت ساعه دولت انا هشرح في كل 5 دقائق تطبيق، كل 5 دقائق يعني 4 تطبيقات بس، ان شاء الله يساعدوك قوي 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 على اديتنج للفوتو والكلام ده كله. طبعا الدوره دي محتاجه كمان 3 4 ساعات عشان اقدر ادي لك الفيديو والكلام ده كله، بس يعني بحاول قدر الامكان هفتح معاك الحاجات دي والكلام ده كله مسجل. فهنطلع تلت ساعه ونرجع 7 الا تلت بالظبط، والدورة مسجلة، مفيش أي حاجة تضيع منك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في أي استفسار قبل ما نطلع للصلاة؟ اللي ما عندوش استفسار يطلع للصلاة. تمام يا دكتور، شكرا. تمام، بارك الله فيكم، شكرا. نطلع تلت ساعة ونرجع يا جماعة.